شو هالفوضى؟ انه احنا وظفنا كاكي مدير التسويق بس هو مش عم بيعمل شي، فهم الموضوع غلط. اهم سؤال قاعد يجينا من العملاء انه كم عدد المحتويات اللي بتطلعوها بشكل اسبوعي، فنبغى ناخذ الاراء. سيد كعكي ايش رايك؟ لو قال واحد ساقول بيب، لو قال اثنين ساقول بيب بيب، لو قال ثلاثة ساقول بيب بيب بيب. هكذا نعمل دائما. اطلع برا.